نجوى امرأة بمنتصف العمر عمرها 46 سنة. نجوى عندها مشكلة صحية كتير قاسية، وهي انه بلا انبوبة الاكسجين ما فيها تتحرك، وهيدا الشيء عم بضاعف لها صحتها، وهيدا الشيء بخليها كل لحظة مهددة، انها مهددة صحتها ومهددة حياتها. ليلة الميلاد أطلت نجوى بدر الدين بين أفراد عائلتها ومباشرة من منزلها تناشد من منبر للنشر أصحاب الخير إنقاذ حياتها بسبب معاناتها من قصور الأكسجين، ما يجعلها بحاجة إلى جراحة طارئة في فرنسا كي تبقى على قيد الحياة. حاولنا نجمع المبلغ، دقينا أبواب، يمكن المصاري مش شيء مهم بالحياة بس صحة أهم. كلفة العملية 100,000 دولار أمريكي. وبعد عرض الحلقة تلقت نجوى بعض التبرعات، إلا أن الجزء الأكبر من المبلغ لم يكتمل بعد. اليوم لم تفقد نجوى الأمل، بل ما زالت تمكث في سريرها وتتحدى المرض، وهي بانتظار البشرى السارة باكتمال مبلغ العملية لتتوجه فورا إلى فرنسا. يراهن أفراد عائلتها على مبادرات فاعلي الخير كي لا يفقدوا ست الحبايب بعدما حرموا من ضحكاتها منذ أصابها المرض. أنا موصيتهم إنه شو ما جت يقبل البابا أحيانا بتضيق روح، لما خسر الأكسجين بس بلحقوني